عبد الصمد، رفيق عبد الصمد اللي دخل احتياطي في المباراة الماضية، اليوم يدخل في التشكيلة الأساسية لفريق اتحاد طنجة. تلعب قوة صربة الراسية، دقيقة 15 يتمكن من اهداف فريق اتحاد طنجة الهدف الاول في هذه المقابلة. شعلها سيبوفيتش في مدرجات اكيد جماهير فريق اتحاد طنجة، وشعل المقابلة التي من المنتظر ان نتابعوا فيها صراع كبير بعد هذا الهدف، بعد هذا الهدف الذي سيحرك فريق الرجاء الرياضي من اجل العودة للنتيجة. وتابعنا الاعادة كيتمكن من تسجيل الهدف سيبوفيتش وحيدا يحلق بين نسور فريق الرجاء. يفضل الاختراق في خط الوسط للنادي تكيه شبيله، خاطئ خاطئ في هذا فريق اتحاد طنجة البعث عن التسديده شبيله. فريق الرجاء الرياضي امام استدعاء طنجة، تابعوا لعادة لعبات بطريقة جميلة. تحدث على هذا اللاعب في المقابلة الأخيرة ضد فريق المولودية الأولى، على الأقل أنه يخرج بفريق النقطة، جحو خطير.